مشاهدينا الاعزاء وين ما كنتوا، اهلا وسهلا فيكم عبر شاشه تلفزيون السلام، دائما وابدا معكم بكل ما هو متميز وكل ما هو جديد دائما في برنامج اهل رمضان. اليوم برنامجنا مميز، ليش؟ لانه من داخل بلده بلعه، اكيد في محافظه طول كرم، نقله مميزه للبرنامج مع البلعاوي للذهب والمجوهرات. البلعاوي للذهب والمجوهرات، افخر انواع الذهب والمجوهرات العالميه والدوليه والعربيه وايضا الخليجيه باصناف متنوعه ومتعدده وبضاعه مكفوله وبجوده وباسعار منافسه جدا. من هون من بلعه، من كل الحب والجود والكرم، راح نكون معكم في هالحلقة المميزة، نسأل المواطنين، نحكي مع أهالي بلعة، نحكي عن البلعاوي للذهب والمجوهرات والأسئلة والجوائز القيمة بانتظارهم. خليكم معنا نشوف الأجواء الرمضانية في بلعة أكثر وأكثر. احنا معكم من هون من بلدة بلعة، اكيد هالبلد الغالي على قلوبنا، لنواصل هالبرنامج، برنامج اهل رمضان برعاية كريمة من البلعاوي للذهب والمجوهرات. نتعرف عليكم. جمال شفيق ابو يونس، اهلا وسهلا فيك. تعرف عليك. مراد المسعود. تعرف عليك. حسني الحج، اهلا وسهلا. جميعكم من بلعة. نعم نعم. بلعة يعني رمضان في بلعة، احكوا لنا عنه، كيف هو، شو المختلف فيه؟ رمضان في بلعة، رمضان عادي زي بقية البلاد، يعني زي ما انت شايف الحركة، والحمد لله بعد المغرب يصير التراويح، والحمد لله كل شيء تمام زي العالم. يعني كيف رمضان معك؟ شو رمضان منيح مميز تمام؟ الحمد لله كويس، وبدايته شاك يعني اللي بيشتغلوا خارج في المزارع أو شيء، بس الحمد لله اللي عنده إرادة بيتعود يعني و كويس الحمد لله وبيستمر ان شاء الله. بكون رمضان عليكم رمضان خير وبركه دائما وابدا. اهلا وسهلا فيكم. اليوم رعايه برنامجنا من البلعاوي للذهب والمجوهرات، تعرفوه اكيد. طبعا اكيد، صاحبنا وحبيبنا. شو طيب احكوا لنا عن البلعاوي للذهب والمجوهرات، وين موجود بطول كريم؟ في راس شارع باريس. راس شارع باريس يعني تحت مجمع التاج، مفرق شارع باريس، الشارع المستشفى الحكومي. شو بتحب تحكي للبلعاوي؟ شو حبيبنا وصاحبنا ابو رامي. أكيد أبو رامي. نعم إن شاء الله. إن شاء الله. بتعرف البلعاوي للذهب والمجوهرات؟ أي نعم، إن شاء الله نتمنى له التقدم للأمام، ما شاء الله أسعاره كويسة وما شاء الله عنه. يا سيدي كفيته ووفيته ووفرته علي الحكي، أكيد البلعاوي للذهب والمجوهرات علم، والكلام اللي تفضلته فيه بغني، لأنه فعلاً مهما حكينا بضلوا البلعاوي للذهب والمجوهرات الاصل كله. طيب راح اسالكم سؤال، جميعكم اللي بجاوب عليه صح باخذ هديه من البلعاوي للذهب والمجوهرات. مستعدين؟ تمام؟ يلا نشوف شو سؤالكم. سؤالكم بيقول: من كبار علماء اللغه العربيه من هو؟ ادريس. لا ما نحكي لواحد لما يتفلسف في اللغة العربية. أفلاطون. لا لا ما يتفلسف واحد في اللغة العربية يقول له أنت شو مفكر حالك؟ شكسبير. لا شكسبير من كبار علماء الفن والمسرح والأدب الإنجليزي. يلا أعطيكم خيارات. طيب ركزوا منيح في الخيارات. هل هو ابن العقاد أم أحمد شوقي أم سيبوي؟ سيبوي سيبوي. ابن العقاد. ابن العقاد. ابن العقاد، يعني عندنا إجابتين، ابن العقاد وسيبوي. الإجابة الصحيحة هي سيبوي، أكيد هو من كبار اللغة العربية. ألف ألف مبروك، ربحت معنا جائزتك مباشرة من البلعاوي للذهب والمجوهرات. شو بتقول له؟ من كله ألف مبروك، كيف تفتح من المحل وإن شاء الله للأمام، والحمد لله يعني أسعاره مليحة وممتازة، والله يوفقه وإن شاء الله إنه ربنا بيجيب له الخير إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. بخير شكرا. كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. أعرف عليك؟ أحمد محمد زيد جتاوي. اهلا وسهلا فيك من بلعة. من بلعة. اهلا وسهلا فيك. الاجواء عامرة ما شاء الله في بلعة. الحمد لله. كيف هيك دائما كل بعد صلاة التراويح؟ الحمد لله. هيك دائما الامور؟ دائما هيك. طيب كيف رمضان معك؟ الحمد لله. منيح؟ الحمد لله رب العالمين. شو اليوم كان طبختكم برمضان؟ نواشف. نواشف. يا سيدي بيني وبينك مرات الواحد بيزهق الاكل في رمضان، بيضطر يروح على النواشف. يا سيدي. طيب اليوم احنا برنامجنا برعاية كريمة من البلعاوي للذهب والمجوهرات. بلعاوي للذهب والمجوهرات تعرفوا؟
بسمع فيه. تسمع فيه بالعودة الذهب والمجوهرات، هو تحت مجمع التاج مفترق شارع باريس وشارع المستشفى الحكومي. أبو رامي من عندكم من هون من بلعة نوجه له كل التحية والمحبة. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك. الله يخليك. خلينا نسألك سؤال وإذا بتجاوبه صح تربح معنا جائزتك من البلعاوي للذهب والمجوهرات أكيد عبر شاشة تلفزيون السلام. مستعد تجاوب السؤال؟ إذا بعرفه بقول لك. إذا بتعرفه بتقول لي. طيب يلا خلينا نشوف شو سؤالك. سؤالك يا سيدي العزيز، ما هو جمع كلمة سائح؟ ما في شوي احنا نساعدك، ما فيش حدا خسران مع البلعاوي ذو الدورات. سوايح. تعرفوش؟ لا. طب اعطيك خيارات. طبعا في بيجاوبوا قاعدين الشباب بيحاولوا يساعدوك. الخيارات هي سياح، سواح، سائحين. سواح. 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 سواح وانا ماشي ليالي. سواح. طيب جواب نهائي. نهائي. اجابتك صحيحه سواح، هي الاجابه الصحيحه. ربحت معنا جائزتك من البلعاوي للذهب والمجوهرات. شو بتقول له؟ شكرا له. شكرا لك. كل عام بخير. وانت بخير. كل عام وانتم بالف خير. كل عام والبلعاوي للذهب والمجوهرات بالف خير. متواصلين معكم. نتعرف عليك. سعيد الشهرور. اهلا وسهلا فيك ماشي. ابو محمد كيف حالك؟ الله يحييك ويبارك. الله يحييك. والعودة بخير. وانت بخير بالصحة والسلامة ان شاء الله. ينال على الجميع بخير ان شاء الله. كيف البيع في رمضان؟ بيع الحمد لله. ده احلي اللي برضى اللي برضى بنفسه بعيش. الحمد لله. برضى بعيش. الحمد لله. يا سيدي اهلا وسهلا فيك. الله يحييك ويبارك. وبلعة تمام برمضان؟ الحمد لله والشكر لله. احنا اليوم مبسوطين لنا موجودين على فكرة بلعة. اهلا وسهلا بكم. الله يحييكم. اهل الكرم والجود. الله يحييكم كل مصركم هذا. الله يخليك يا حبيبي. يا حياك الله. طيب سيدي اليوم عندنا برنامج اهل رمضان عبر شاشة تلفزيون السلام برعاية كريمة من البلعاوي للذهب والمجوهرات. تعرفوه؟ بعرفه. مين هو؟ ابو رامي. ابو رامي. ابو رامي. شو بتقول ابو رامي؟ الله يبارك لك ويعطيك العافيه وكل عام وانت بخير. وانت بالف خير. طبعا البلعاوي للذهب والمجوهرات افخر واجود انواع الذهب والمجوهرات باسعار منافسه. زوروه تحت مجمع التاج مفرق شارع باريس شارع المستشفى. اهلا وسهلا فيك. حياك الله. طول كريم. طبعا حياك الله. الله يخليك. نسألك سؤال تروح معنا جائزة. يلا نشوف شو سؤالك شو حظك. طبعا هون بشكر الشباب اللي متواجدين معنا عشان يساعدوا. طيب في حيوان أطلق عليه العرب سفينة الصحراء. جمل. الله عليك. الله عثقتك. الله عثقتك. إجابتك صحيحة. أعطينا طواحيني. شكرا لكم. ربحت معنا جائزتك من البلعاوي للذهب والمجوهرات. شو بتقول له؟ شكرا شكرا جزيلا. بارك الله فيك وإن شاء الله الله يوفقك ويديمك دائما وأبدا. كل عام وأنتم بخير. نتعرف عليك. منصور نادر من بلعة. أهلا وسهلا فيك. أجواء رمضان في بلعة كيف شايفها؟ جميلة جدا. جميلة جدا. جميلة جدا. شو أزكى طبخة في رمضان بتحبها؟ أزكى طبخة هاي الشغلة اللي بتنحضرش. هاي بتنحضرش؟ يعني لو سألتك عليها سؤالك عشان ربحك جاهز بتجاوبوش؟ بصير. طيب يا سيدي كل الاكل زاكي في رمضان. كل الاكل زاكي. كل طيب ماشي. انا شايف الاجواء حلوه بوجود هالشباب وهالصبيان اللي معنا مرافقيننا في هالبرنامج اليوم برنامج اهل رمضان عبر شاشه التلفزيون السلام برعايه كريمه من البلعاوي للذهب والمجوهرات. المجوهرات بطول كريم تحت مجمع التاج مفرق شارع باريس شارع المستشفى الحكومي. تعرفوا البلعاوي؟ شو اسمه؟ رامي. 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 رامي بديع. صحيح رامي بديع. كل الاحترام لإله وكل الاحترام لإلكم. تمام يا سيدي. البلعاوي للذهب والمجوهرات بحب احكي لكم انه ما تريدونه من الذهب والمجوهرات باسعار منافسه فقط في البلعاوي للذهب والمجوهرات. طيب احنا في عندنا سؤال لإلك وفي عندنا هديه من البلعاوي للذهب والمجوهرات. إذا بتجاوب السؤال صح راح تربح معنا جائزة إن شاء الله. تمام؟ إن شاء الله. يلا شوف شو حظك وشو السؤال. ستة على درب الهوى يمشون خمسة ليس لهم أثر والسادس له أثر. ستة على درب الهوى يمشون خمسة ليس لهم أثر والسادس له أثر. في خيارات شيء؟ لحد الآن في الجواب براسك؟
والله غير له غير له خيارات. طيب خلينا نعطيك خيارات، هل هي خلينا نعطيك خيارات، هل هي اصابع اليد والقلم ام هم النجوم الخمس في السماء ام هم الطيور الخمس؟ لا النجوم اليد والقلم. اليد والقلم لا ما بقول لك بالسماء هم. طيب ستة يمشون على درب الهواء، خمسة ليس لهم أثر وسادس له أثر. الكلم. الكلم. تأكد. جواب نهائي. جواب نهائي. على فكرة الشباب حاولوا يعني يساعدوك بس. إجابتك صحيحة، بحيث معنا جهزتك للبلعاوي للذهب والمجوهرات. شو بتكونوا؟ ألف شكر لكم نعم. كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير يا رب. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير والصحة والسلامة. تعرف عليك؟ عامر سليمان. من وين يا عامر؟ بلعة. أهلا وسهلا فيك. احكي لنا عن أجواء رمضان في بلعة. الله أجواء حلوة ورائعة جدا، يعني زي كل سنة يعني حلوة الأجواء رمضان وممتاز رمضان الحمد لله. ان شاء الله بضلوا رمضان الخير والكرم والاحسان علينا جميعا وعليكم، واكيد كل المحبه والتحيه لاهلنا في بلده بلعه. اهلا وسهلا. سهلا فيك. أهلا. الله يخليك. اليوم برنامجنا اهلا رمضان عبر شاشه تلفزيون السلام برعايه كريمه من البلعاوي للذهب والمجوهرات. اهلا وسهلا فيك. اكيد بتعرفوا البلعاوي. اكيد. وين موجود؟ بسوق الذهب. لا موجود في طول كرم تحت مجمع التاج شارع باريس. مفترق شارع باريس. مفترق شارع باريس صحيح. شارع المستشفى. شارع المستشفى الحكومي صحيح. أهلا وسهلا فيك. جاهز يا حبيبي؟ جاهز يا ولد. يلا نسألك سؤال، إذا بتجاوب عليه الصح تأخذ معانا جائزة. بدي منك صورة تنتهي جميع آياتها بحرف السين. صورة تنتهي آياتها بجميع حرف السين. صورة الناس. صورة الناس. صورة الناس. صوت الناس. بعرف شو بدك تقول جواب نهائي، انت حر. صوت الناس. جواب نهائي. جواب نهائي. اجابتك صحيحة، صورة الناس تنتهي جميع اياتها بحرف السين. ربحت معنا جائزة من البلعاوي للذهب والمجوهرات. شو بتقولهم؟ شكرا ان شاء الله امام. شكرا لكم. ان شاء الله. شكرا وكل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير.